السلام عليكم، اهلا بكم في قناه مستر وائل الساينس. ابنائي وبناتي طلبه الصف الخامس الابتدائي الترم الاول، احنا كنا بنتكلم في كونسبت 1 2 عن الايكو سيستم عموما وعن الفلو اوف انرجي، وخدنا الفود تشين وخدنا الفود ويب. هنكمل على موضوع الفود ويب. زي ما قلت لكم احنا كل مره بندي معلومه صغيره جدا من اجل ان الموضوع ما يبقاش كومبليكيتد عليكم. طيب ليسون 4 مش هياخد 10 دقائق. فود ويب ان ذا نيبر، في المجاوره، ما احنا كلنا عايشين في ايكو سيستم واحد، فاحنا جنب بعضينا، تمام. في الفود تشين كنا قلنا في لاينر ريليشن شيب، هنشوف دلوقتي في الفود ويب في ميني فود تشين انتر اكتد وذ ايتش اذر، تمام. اوكي طيب لوك ات ذا اوبزيت بيكتشرز ان بوث ترو اور فولس. شايفين في كذا ليفنج اورجانيزم ممكن ياكل كذا ليفنج اورجانيزم، في انتر اكتد انتر كونكتد فود تشين، في ميني انتر كونكتد فود تشين. هنا هنشوف دلوقتي food web is made up of several interconnected food chain. امال احنا عاملين نقول من الصبح صح كده، تمام. طيب food web can be used to show how organisms that live in an area depend on each other to survive or for survival. ايوه، كل الليفنج اورجانيزم في اي حته في الدنيا في اي ايكو سيستم بيعتمدوا على بعضهم to keep alive to survive. ده بياكل ده وده بياكل جريد بلانت، وكلهم يموتوا بعد كده، الديكومبوزر تحولهم لنيوترينت وتعمل ريسايكلينج ليهم وترجعهم للبلانت تاني. كل الليفنج اورجانيزم بيعتمدوا على بعضهم to keep alive، صح يا شباب؟ يبقى الكلام ده طبعا ترو. طيب you have learned that food web is a model show many different feeding relationship among living organisms. زي ما هنشوف دلوقتي. Now you will design، احنا اللي هنعمل مع بعض انا وانت كده a model for a food web، تمام. By using the following cards، هنستخدم ال following cards. اوكي that show different types of living organism. طب عندي ايه؟ عندي living organism card tool بتاعي، عندي rabbit وعندي snake وعندي mouse وعندي green plant وعندي eagle. اي food chain في الدنيا يا شباب لازم تبدأ بgreen plant producer. يا شباب اوكي اشطب بس ده كده، اتفضلوا يا شباب. طيب هنعمل ايه احنا بقى عشان نعمل الفود ويب دي؟ هنشوف كل ليفنج اورجانيزم ايه التايب اوف فود اللي بياكله، بياكل ايه، وكلاسيفاي زم بقى تو بروديوسر وفيرست او برايمري كونسيومر وسكندري كونسيومر وتيرشري كونسيومر. هنعمل كده اهو، كلاسيفاي ذا انيمال ان ذا بيكتشر اباف اكوردنج تو ذا تايب اوف فود، تمام كده. ذات ايتش انيمال ايت، هنلاحظ ايه بقى في الصور اللي معانا دي؟ هنلاحظ يو ويل اوبزرف ذات، احنا لازم نبدا بالجرين بلانت. طب الجرين بلانت ممكن مين اللي ياكله؟ ممكن الماوس ياكله وممكن الرابت ياكله، صح كده؟ تمام؟ انا بس هشطب كده عشان هنعملها عدل يعني، ها؟ اوكي تمام، هنلاحظ ان الماوس والرابت ممكن ياكلوا الجرين بلانت. طيب هنلاحظ ان السناك ده ممكن ياكل الماوس وممكن ياكل الرابت، اهو ذا سناك ايت ذا ماوس، لا هو هيصلحها بعد كده، والرابت كمان وممكن ياكل الرابت، اوكي؟ تمام؟ اوكي يا شباب. طيب ايه تاني؟ هنلاحظ ان الايجل بقى ممكن ياكل ايه؟ الايجل ممكن ياكل الماوس وممكن ياكل السناك وممكن ياكل الرابت. زي ايجل ايت الماوس والرابت والسناك. مش شايفين ان في كذا انتراكتد فود تشين؟ تعالوا بقى نعمل احنا الفود تشين دي مع بعض عشان نطلع في الاخر فود ويب، صح؟ هم كذا فود تشين متداخلين مع بعض. هنرسمها ازاي؟ هنرسمها كده اهو، دو ا فود ويب، بيعمل انت بقى الفود ويب، كل الفود تشين دي متداخله مع بعض فانت عملت فود ويب. يوزنج ارو تو شو سيوتابل فود، زي ما احنا قلنا احنا بدانا من الجرين بلانت. دايما عينك اول ما تشوف منظر فود ويب كده روح على الجرين بلانت اول حاجه. الجرين بلانت اهو ممكن يطلع منه ارو كده يتجه الى الماوس، وممكن ارو كده يتجه للرابت. طيب مشينا في الماوس، ممكن ياكلوا مين الماوس؟ ممكن ياكلوا السناك وممكن ياكلوا الايجل. طب الرابت لو مشينا مع الرابت كده ممكن ياكلوا السناك وممكن ياكلوا الايجل، اهو صلحها هو، اهو صلحها، انا قلت هنا والرابت، قلت هنا والرابت، وهو ايه صلحها اهو، انا قال لك السناك ممكن ياكل الماوس والرابت، اهو السناك ممكن ياكل السناك ممكن ياكل الرابت وممكن ياكل الماوس. الايجل بقى ممكن ياكل السناك وممكن ياكل السناك وممكن ياكل الماوس وممكن ياكل الرابت. شايفين الاسهم متداخله ازاي مع بعض؟ عشان كده بنسمي دي فود ويب. ليه؟ لان هم كان ممكن نرسمهم يجي 4 5 فود تشين كده، فانا خليتهم لك كلهم فود ويب متداخلين في بعض اهو، صح كده؟ يبقى بكونكلوجن ايه؟ ان الفود ويب از ا موديل ذات ديسكرايب انرجي فلو اند فيدنج انتراكشن بتوين ليفنج اورجانيزم ان ان ايكو سيستم. ايوه، الايجل ده مش هيقعد يستنى السناك، لا مايس هياكله ولا ماوس هياكله، لا رابت هياكله، صح كده؟ تمام؟ نوت
if an organism in an ecosystem disappear, نفرض ان في living organism في الايكو سيستم disappear, وبالذات لو small ecosystem يعني. طب لو الرات لو الرابت ده اختفى, طب ما السناك كده الفود بتاعه هيقل, وكمان الايجل ده ولا هو كان هوك ولا ايا كان بقى البريديتور بيرد اللي في الاخر ده برضه, يعني لو حصل disappearance لاي living organism في الفود ويب هتتاثر كل الفود ويب. تمام يا شباب, اهو بيقول لك ايه نوت كده خلي بالك, if an organism in the ecosystem disappear هيحصل حاجه اسمها ecosystem imbalance. ده كده مش طبيعي اهو, ماشي, the food web in this ecosystem will be affected, هتتاثر ليه, because some organisms lose their food source, مش لاقيين بقى الفود سورس بتاعهم, صح كده. طب تشيك اور اندرستاندنج يا شباب, بوت ترو اور فولس اكوردنج تو ذا بريفيوس فود ويب, ده احنا هنستعمل البريفيوس فود ويب دي. طيب السناك is considered a producer, من غير ما ارجع هو السناك ينفع يكون producer؟ طبعا لا, البروديوسر دور الجرين بلانكس بس. طيب ماوس كان بي ايتنج باي سناك, ايوه انا عارف المعلومه بس ارجع اتاكد, ادي الماوس ايتنج باي السناك اهو, اه ينفع طبعا, اه موجود عندك الكلام ده. طيب جرين بلانت از ايه, جرين بلانت از ا بروديوسر ليفنج اورجانيزم, طبعا من غير ما ارجع طبعا الجرين بلانت بروديوسر. اوكي ايجل از كونسيدرد براي, ازاي يعني ده ايجل هو الترشري بريديتور, الترشري بريديتور اللي هياكل ده كله, يبقى ازاي براي يعني, لا مش براي هو ولا حاجه, صح ما ينفعش يكون براي. يعني انا مش عارف اقول لكم ايه يا شباب, يعني كان ممكن احنا بس عايز اقنعكم ان كان ممكن يعني الليسون ده نضيفه على الليسون اللي فات والموضوع يبقى ابسط من ان احنا نعمله ليسون كامل, يعني احنا ما خدناش 10 دقائق. هدفنا ان احنا ما نكترش عليكم, هدفنا ان احنا نحل اسئله كتير مع بعض, انتوا حلوا اسئله كتير, حلوا اسئله ولو في حاجه وقفت معاكم ابعتوا لي في الكومنت وانا هجاوبها, وسائل التواصل الاجتماعي مفيش اكتر منها, وانتوا طبعا بروفيشنال فيها. المره الجايه هنحل اكسرسايز على الليسون الصغير ده, طبعا هيبقى اكسرسايز على اللي فات كله بقى, فده مور ريهرس لينا, مور بينيفيشال ليكم, اتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم.